تغميسة الفول. في إناء على النار يدع ربع كوب زيت زيتون، تضاف 3 حبات بصل مقطعة شرائح رفيعة ويقلب. يضاف 10 فصوص ثوم مهروس، يرش الفلفل الأسود والملح ويقلب، ثم يخلط المزيج بواسطة خلاط يدوي. في وعاء تضاف عبوة فول مصفى ومهروس، يضاف كوب كريمة حامضة، يضاف المزيج ملعقة كبيرة من أوراق الروزماري ويقلب، ثم تقدم تغميسة الفول مع الخضار ورقائق البطاطس.